استاذ بشار، يعني كمان بين كان يا مكان هلا شوي ذكرنا كان دور شرير احيانا تاخذ لوحات شريره، صح؟ كنت خاف منك انا وصغير على فكره، هلا مو صغير كثير يعني، كنت بالبكالوريا يعني ما هالقد، لحم ما ملقي شاني، لمرايا، لغضب الصحراء، لبقع الضوء. اليوم بشار اسماعيل هل راضي عن حضوره بالدراما السوريه؟ لا طبعا ماني راضي، لا لا انا ما لسه لحد هلا ما اخذت الفرصه اللي لازم اخذها يعني، وما عاد اخذها، خلصنا، راحت القصه، قطعت الامل. ما في اجباري، اجباري طبعا. يعني نحن حكينا من الاول عن مساله المؤسسات الداعمه، نحن ما عندنا ولا مؤسسه داعمه، في نقابه يعني داعمه. هلا شوف الصوت تبع محمود، صوت جميل ورائع. هلا هو ما بدي اقول احسن، لا خليه يكون بمصاف بعض يلي صاروا نجوم اللي وراهم هاي المؤسسات اللي عم بيحكي عليها. انا بعرف قسم كبير منهم، يعني كان لما يمر من محل او يحكي القاعدين كله يخرب بيته وما اغلظوا لك ما ابشعه، وهو بيكون حلو كثيرها يعني، بيكون حلو يعني، بس بيمر مثلا بده يبدي رايه بشغله ولك خراس يخرب بيتك ما اغلظك. هلا صار نجم، صار مدعوم الزلمه، فصار كل اي كلمه بيحكيها غلط ولا صح في حدا معين. يا سلام، لا هلا شو بدي اسمي لك، في مليون حدا معين. نعم. لا وهلا اذا حدا بيجي بيتصور معي بيقول له روح من هون، عرفت شو يعني؟ لما كان يحط كيلو عطر لما كان ما معه مصاري يخلوا له العمر ريحته مثل ريحه الخنزير، هلا صارت ريحته مثل ريحه الخنزير، يا الله ما اطيب ريحته. نعم. عرفت شو مصيبه اليوم يعني ليك. نعم. ليك الفقير اذا بيكون اينشتاين وبيحكي باي نظريه كل العالم بتبزق عليه، بس صار معه مصاري اذا بيحكي كل شيء غلط، كل شيء غلطها بيقولوا العالم يا الله ما ازكى. هذا تصريح خطير يعني، يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه ابوابها وتراه مبغوضا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت إليه وحركت أسنابها، وإذا رأت يوما فقيرا عابرا هجمت عليه وكشرت أنيابها. الله، للأسف يعني حتى الكلاب إذا شافت فقير بدها تنهش وتلعن أبو اللي نفضه، عرفت شو؟ أما الغني بتصير تحرك الدنبة كل فقير إله الله، وقلنا الله أستاذ مسافر الله الفقير ما إله حدا خلص ده. مسافر على كندا، شو قصة سفرتك على كندا؟ صرحت أنك رايح على كندا؟ لك لا منيح اللي صرحت، أنا إيه رايح، بس بيني وبينك بروباكاندا إعلامية هيدا، بيني وبينك كانت النسبة وما زالت كانت بس 99، بس بعد ما شفت هذا الحب الهائل من العالم يلي بعتوا بعد ما سمعوا، يعني الواحد صار بيفكر انه يروح ويرجع، عرفت شو؟ لا لك شغله. وانا بحب وجه تحيه لامل عرفه، تحيه لها يلي انا ما راح انسى تليفونها امبارحه، شايف اللقاء تبعي وائل بدي روح على كندا، حكيت قالت لي بكيت وقالت لي اوعى وحكت بعاطفه هزتني إلي كمان. فهذه المرأة أنا بعتبرها قمة الوفاء، بالرغم أني إلي زمان كتير ما عم بلتقي أنا وياها. تحية للفنانة أمل عرفي. هاي وحدة. واثنين كمان بوجه تحية للأستاذ الحبيب والصديق مهدي دخل الله، لأنه كمان تلفن لي وأبدأ انزعاجه الكبير من هذه القضية، وأنه لا ما انت السوري يعني، انت السوري عندك قاعده شعبيه اكيد ما حتخليك. اذا صار الواحد بيفكر هلا الروح بدي روح لانه انا في شغل يعني، انت بيقول الامام علي عليه صلوات الله بيقول ليس لبلد احق عليك من بلد، خير البلاد ما حملك بكرامتك وبعملك وبثقافتك وبفهمك وبعلاقاتك وإلى آخره. نسمح لك بسفرة وترجع. بس أنا بس خليني هلأ كمل شغلي، أنه قلت أنه قال الإمام علي، هلأ بيجوا جماعة
اللي عم يصطادوك اللي عم يصطادوا هدول تبع المواقع بكره بيقولوا آية الله بالشهر اسماعيل لأنه هيك عاملين هذيك اليوم يعني. عم ينكتب عنك كثير ويصطادوك بتصريحاتك وبالمواقف اللي عم تقولها اليوم. هل قبل ما انتقل لست سهير، هل حضرتك مع ضد زج الفنان بنفسه وأقحام نفسه بسياسة أو بالوطنية أو بال... هلأ ما في حدا، ما في حدا في العالم ما إله علاقة بالسياسة، ما في حدا ما إله، لأنه هي السياسة يعني هي من ضمن الخط اللي الإنسان، الحياة اللي عايشة الإنسان، هو إله دخل بكل شيء لأنه الإنسان هو صانع كل شيء، يعني مهما كان صغيرا أو كبيرا فله علاقة بالنهاية بالسياسة. ولكن أن يحمل السلاح ضد وطن هذا ما عاد اسمه سياسي، هذا صار اسمه خيانة. أما يلي أبدأ رأي فكر معارض لكذا ولكن ضمن الحالة السلمية فهذا أنا من وجهة نظري تتقبل، يعني طبعا مو بتقبله، إجباري بدك تتقبله لأنه أنت كمان لك وجهة نظر بس كمان هو لازم يتقبلها. ولكن يجب أن يكون، هلا كنا عم نحكي عن الحوار وثقافة الحوار وجمالية الحوار، يعني ما بيصير يطلع خارج النطاق الجمالي والأدبي والأخلاقي والمفيد. يعني أنا بدي أسألك هاي كيف بدك أنت تقنعني إنه معارضة؟ طيب شو دخل المشفى ولا الجسر ولا الطريق ولا المدرسة ولا المدرسة ولا البنى التحتية بمسألة والله أنا مع النظام ولا ضد النظام؟ شو دخلها هاي؟ صحيح صحيح.